اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في فقرتنا الاخيره بعد نهايه المباراه المؤجله من الاسبوع ال30، مباراه النادي الاهلي ونادي امبي، وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل شيء. كان هناك بعض الكلام على طاقم التحكيم في هذه المباراه، وكالعاده معنا خبيرنا التحكيمي النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، هيتكلم معنا في كل الاحداث اللي هنتكلم فيها. لكن اول ما دخل قال لي الاعداد كانت صعبه جدا 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 النهارده، يعني مش احنا بس اللي واخدين بالنا. لا طبعا هي كانت بالنسبه لي صعوبه حتى مع بتوع المونتاج، لان المفروض اللعبه بتتلعب بعدها بشويه تتعاد اول توقف. مع اول توقف لا النهارده انا بصراحه تعبت قوي عشان نجيبها، يعني في بعض اللعبات في كوره في الشوط الاولاني حصلت مطالب الاهلي في ركله جزاء اتعادت في بدايه الشوط الثاني. لا والله كان صعب قوي النهارده. النهارده كان صعب جدا، لكن نثق الحقيقه في مخرجينا في كل مكان في التلفزيون المصري، ومتاكدين ان هم يمكن قد تكون النهارده الامور لسه، لكن ان شاء الله في المباريات القادمه تبقى افضل بكتير. كابتن سمير خلينا نبدا الحالات او طاقم التحكيم الاول. النهارده طاقم التحكيم قادة الحكم الدولي محمد عادل، وكان معه تحسين ابو السادات من الحكام المساعدين اللي هيشاركوا في كاس افريقيا باذن الله الفتره الجايه، ومعه عمر فتحي من اسكندريه، وده عمرو سلامه على شماله الحكم المساعد، وبعد كده معانا في مصطفى عثمان ومحمد سلامه ومحمد يوسف الحكم. طبعا حضرتك قلت اسمه مش هيتنسي عشان اسم محمد طبعًا. يوسف مدرب النادي الاهلي، وهنا بيعمل اجراءات طبعا. كان معانا في مباراه قريبا برضه محمد يوسف، كان من ثلاث مباريات كان مباراه طيب. الاهلي وده طاقم الحكام زي ما قلنا معهم افضل نجيب، وبعد كده ده في البدايه طبعا دي اهم حاجه حته التوس والصور. بعد كده احنا جبنا الحالات النهارده يا كابتن اسلام، هي الحالات مش كتيره، فيها حالات معظمها ايجابيه وحاجات فيها مثلا ممكن نختلف عليها، خاصه في ركله الجزاء الكره جت في ايده ولا ايده راحت للكره. احنا بس هنشرح، لو ايده راحت للكره ركله جزاء، لو الكره راحت لايده مع بعض المعايير المسافه بتاع هنا دي يا كابتن دي لقطه المباراه بالنسبه للكابتن تحسين ابو السادات. تحسين ابو السادات بص انا بقول لك هنا بقى الكابتن تحسين ابو السادات لقطه رائعه ليه النهارده، لو اي حكم ما عندوش خبره عاليه ممكن يلاقي ان في لعيب في موقف تسلل. احنا عندنا رمضان صبح على فكره في موقف تسلل 100% تمام طبعا. لو في خمس اربع لعيبه في موقف تسلل والكره ما راحت لهمش انا ما اعاقبهمش، انا اعاقب واحد بس اللي في موقف تسلل كابتن اسلام لو شارك في الكوره او لعب او اثر على المدافع في مسافه قريبه. واحده واحده يا كابتن هو كده رمضان صبحي اوف سايد. هنا رمضان صبحي طبعا فاهم قانون كويس جدا جدا، حس ان لعيب حسين شحات نازل جاي من تحت فطبعا سابها له، وده طبعا واضح ان رمضان فاهم قانون كره القدم كويس جدا جدا مع التركيز الرائع لتحسين ابو السادات. فانا بصراحه الكره دي ابتدي بيها، وبالنسبه لي نجم اللقاء النهارده انا وانا بتكلم كحكم تحسين ابو السادات. تحسين ابو السادات طبعا كره مهمه جدا في بدايه المباراه، تركيز عالي جدا، صبر قوي على الكره لغايه ما ادانا ادفانتج. بعد كده نيجي الحل بعد كده، الحاله دي يا كابتن دي في الشوط الاولاني تمام. دي الاعاده بتاعت الشوط الثاني ولا دي الشوط الاولاني؟ ما فيهاش اعاده بقى، الاعاده هنقابلها ان شاء الله في الشوط الثاني تمام. هنا طبعا في علي معلول بيلعب الكوره، بص يا كابتن في جسم جت في رجل اللعيب بتاع امبي تمام الاولاني الاولاني وغيرت اتجاهها جت في لعيب بتاع امبي الثاني تمام. يبقى ما فيش تعمد، ما فيش لمسه يد. هنا ما فيش لمسه يد خالص، لا تعمده، ما فيش لمسه تعمد. عندنا حالتين، بص يا كابتن هي. لا بص دي بقى الاعاده اللي كانت جت في الشوط الثاني، ده في الشوط الثاني بقى بعد الراحه ماشي. بقى في بتاع ماشي. لمست في رجل لعيب بتاع امبي وبعد كده خبطت في ايد زميله. ازاي يا كابتن؟ ما هي لو عدت من ابراهيم يحيى هتروح لوليد ازهر. ما هو بص يا كابتن المشرع جون يا كابتن. لا بس المشرع عم قال في لمسه اليد فقط هي التعمد، ما عدا طبعا في التعديلات الجديده اللي بتبتدي من 1/6 بالنسبه للمهاجم لو استفاد وجاب منها جول، انما في دي يا كابتن عندنا في حالتين. لو اللعيب الكره معلش قبل ما حضرتك تكمل، هل الكره دي واحده واحده يا سمير هتهالي؟ لا من اللقطه اللي هي بتاعت الشوط الثاني، هي دي الشوط الاول بس اللقطه دي. ايوه اللقطه الثانيه اللي من الامام. انا بس عايز اسال سؤال. اللي انا اعرفه ان لو الكره دي جت في ايد حد غيرت اتجاهها او منعت ان هي تروح لواحد هيجيب جون بتبقى ضرب جزاء او يعني هاند بول. مظبوط، بس طيب. حاجه في نهايه الجمله نحط شرط التعمد بس. تمام، لو دي فيها تعمد زي ما حضرتك بتقول طبعا لازم ياخد يعني جزاء وانذار. الكره دي يا كابتن طبعًا. لو انا ما اعرفش، انا كنت شايفها ضرب جزاء الحقيقه طبعًا. لانه الكره دي جت لو وليد ازارو، انت عارف لو وليد ازارو مش في ظهره انا فاهم هيبقى الكلام رايح جاي، لكن لو وليد ازارو في ظهره و90% هدف. ما هو في لمسه كره لمس اليد لمس الكره باليد ما فيهاش غير كلمه تعمد، ما فيهاش كلمه استفاده. فعلا الكره دي لو راحت لوليد ازارو جاب جول، انما المشرع عم عمل قانون كره القدم في لمسه اليد
تعمد لمسه يد ملوش دعوه بالاستفاده خالص، لان هي مش فاول يا كابتن. يقول لي ما فيش، انت عارف التعمد اتلغى في الفاول اهمال او استخدام قوه زايده او تهور ما عدا لمسه اليد. تمام. بس الكره بس دي مهمه بس عشان الناس تفهمها يا كابتن بعد اذنك. ماشي، جت في كده بنتناقش فيه. جت في ايد اللاعب، جت في حاله ثانيه يا سمير لو سمحت، معلش معلش. تمام. عندنا حاجه في حالتين. لو انا بلعب الكوره، انا مثلا كسمير بلعب الكوره بطلعها كده برجليا، خبطت في ايدي، خبطت في ايدي، يعني انا بلعبها وخبطت في ايدي ما فيهاش لمسه يد، مش متعمد، لان مش طبيعي انا مش هلعب الكوره بايدي وانا بلعبها من رجلي. نفس القصه لو زميلي قريب مني وبيلعب الكوره وجت في ايدي ايد زميلي برده ما فيهاش تعمد ويستمر اللعب. فالنهارده القرار، بص هنا ادي اول لمسه اهي، اذا قرار صحيح من وجهه نظري. برافو عليك. ندي كره فجائيه للمدافع. قرار طبعا رائع من محمد عادل. تمام. دي في الاعاده برده جبناها في الشوط الثاني، وعشان لمست رجل علي فوزي. برافو عليك. لو ما لمستش علي فوزي كانت ممكن تبقى. نيجي بقى لان المسافه برده بعيده، هتيجي واحده بعد كده نشوفها بتاع جيراردو اللي بعد كده بتاع. تمام. جيراردو برده. طيب ماشي. طبعا هنا في انا ما شفتش الحقيقه فاول هنا. انا مش شايف الخطا، بس واضح ان محمد عادل هنا اللي احتسب الخطا. ليه مش تحسين يا ابو السادات؟ لو تحسين كان حسب الخطا كان هو رفع الرايه. انما هنا تلاقي لا، تحسين بيكمل الجري وبعد كده نزل يساعد في انه يحط الكره في مكانها. اذا كان من المفترض ان هنا ان الكابتن محمد عادل ما يحسبش على الا لو محمد بقى اللي بص، يعني حتى هنا التصوير يا كابتن صعب قوي، صعب، فما اقدرش احكم، فلازم امشي مع الحكم. رمضان كريم، معلش. بالظبط. فلازم هنا لازم امشي حكم. طيب. دي طبعا كره جميله جدا. طبعا لما نيجي نتفرج كده ايه نشوف انها ركله جزاء، مفيش اعاده غير بعد شويه. يعني بعد شويه انا قعدت مع المونتاج لغايه ما جبناها. طبعا ده بص هنا بقى، دي الاعاده اللي جت بعدها بدقيقتين او دقيقه ونص. بص هنا لعيب ام بي بيعدي يا كابتن، ده مثال رائع للتحايل. للتحايل. مثال رائع للتحايل. تمام. ولا في ايد ولا في رجل، واللعيب ايه وقع لوحده. طب امتى يا كابتن ممكن ادي استمرار لعب من غير تحايل؟ لو في احتكاك. انما هنا مفيش احتكاك، لان ممكن احتك بيك تقع ما فيهاش فاول، بس ما بقاش فيها ضربه جزاء. هنا طبعا في تحايل. قرار سليم من محمد عادل 10 على 10 والانذار طبعا. تمام. هات اللي بعد. تمام. كده نيجي بعدها. دي الكره دي يا كابتن، دي كره سهله. اوكي. انا جايبها بس بعد كده الناس كلها يا كابتن، بص ده انذار مجاني يا كابتن. الناس بتحس بالانذار. الانديه بتحس بالانذار ده امتى يا كابتن؟ في الانذار الثالث. تلاقي اللاعب زعلان بيقول ده الانذار الثالث وبتاع. لا، انت عندك انذار اولاني خدته من شهر وانذار ثاني خدته من شهرين، ما تحسبش الحكم اللي ادالك انذار في الماتش الثالث ووقفك وحرمك عن ماتش ثاني. فطبعا دي ملهاش معنى، خاصه ده لعيب دولي يعني. الكره بتاعت جيراردو احنا بنشوفها. طيب الكره دي برده مهمه جدا، لازم واحده كدا. واحده ونشوفها واحده بس. واحده ونشوف وجهه نظر الكابتن زميل عثمان فيها اعاده. دي ولا ما فيهاش؟ في اعاده بعد شويه برده. بص يا كابتن بس نقف هنا. بس خلينا واقفين بس ثانيه واحده. هنا المسافه تقريبا 3 ياردات. ما يقدرش يحرك رجله بقى، ما يقدرش يودي جسمه في حته. مسافه قريبه جدا. 3 ياردة دي ما يقدرش. ليه يا كابتن؟ عاوزين نعمل حاجه، المسافه مع سرعه الكوره. المسافه مع سرعه الكوره. طبعا هنا جيراردو بيلعب الكوره بالعرض او بيلعبها مثلا عاوز يلعبها في الجول، فاكيد لازم طالع من رجله جامده مع المسافه اللي هي ايه، مش تقريبا 2 3 ياردة. بالظبط 2 3 ياردة يا كابتن، بنقول ماشي، لكن 3 ياردة انا معاك، بس لما الكوره تبقى جامده يا كابتن ما لحقش يشيل ايديه، لان عشان كده على طول عاوزين المسافه لازم نربطها بسرعه الكوره. المسافه مع سرعه الكوره. اتمنى بس ان الحاجات دي تفضل موجوده عندنا عشان الثلاث مباريات القادمه، لو حصل حاجه زي دي هنقول الكلام ده. بالظبط. واتمنى يعني حاجه ثانيه، اللي بيحصل في المباراه دي يحصل في المباراه الثانيه. بالظبط. والحكم اللي بيحسب هنا يحسبها بنفس مش كره على الاهلي المقياس في المباراه الثانيه، وتلاقي مصر كلها قامت. ده النهارده محدش يتكلم على ان مفيش اعادات ومفيش 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 ومفيش. انت متخيل؟ والله ما حد اتكلم ولا حد قال حاجه. لا ولا طبعا الاعداد دي كانت عادي جدا، مفيش مشكله. لا الاعداد دي كانت تسهل كتير جدا، لكن الثمان دقايق اللي فات لقينا مصر كلها قاعده بتتكلم وبتعمل. لو هنرجع الثمان، ابص هنا يا كابتن دي لقطه مهمه جدا. دي بالنسبه لي دي انا جايبها اللياقه البدنيه بتاعت حكم المباراه محمد عادل. اخر ثانيه بالظبط، وجاري حوالي، بص هو فين يا كابتن؟ في بدايه الكادر. شيء طبيعي يعني، صعب برضه يجري. بص بقى كمل بص، بالرغم ان الكاميرا سبقته 40 يارد. بالظبط، بالرغم الكاميرا سبقته هتلاقي محمد عادل دلوقتي سابق الكاميرا. بص هي لحظات هتلاقي محمد ظهر، بالرغم ان الكاميرا طبعا حركتها بتبقى اسرع. دي طبعا برافو على محمد عادل، بيلعب في الدقيقه 94 باللياقه البدنيه دي، فطبعا احييه. في نهايه المباراه بصراحه انا اتمنى بقيه المباريات الباقيه سواء النادي الاهلي او المباريات اللي على الهبوط يبقوا بنفس المستوى ده وكل الحكام. مستوى عجبك جيد؟ طبعا، ما حسيتش بيه. كان في لقطه، برافو عليك، انا كده خلصت كلمه حضرتك قلتها هي التركيز. لان كان في لقطه في نهايه المباراه، اللعيبه اللي رايحين بيسلموا على محمد عادل بتوع ام بي مش بتوع الاهلي،
تومبي الخسرانين، يبان كده طبعا محمد بالنسبه لي بس هو نجح في المباراه، بس باسمه عليها فمش هنعرف نجيبها معلش. لكن يعني كل اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه ان يكون هناك تركيز وعداله، بمعنى ان الكره دي انا هعديها الماتش ده ان هي انا ما اعرفش، انا شايفها ضربه جزاء من وجهه نظري. انت طبعا انا شرحتها لحضرتك اوكي انت حضرتك قادره وكل حاجه، ولكن اتمنى ان يبقى ده معيار خلال الفترات القادمه بالزبط. ان ما فيش كره تيجي في حد من لعيبه الاهلي، انا هتكلم على الحاجه اللي يخصك خاصه ان في ناس بتحاول تضغط وتعمل ضغوطات على الحكام وكل ده بيأثر على التحكيم وبيؤثر على الحكام في الفتره اللي جايه، والثلاث ماتشات اللي جايه مش مستحمله الاخطاء طبعا مش مستحمله. ماتش الزمالك ممكن يكون حكم اجنبي او 90% هيكون حكم اجنبي، لكن المباراتين القادمتين لا تحتمل اي اخطاء. احنا عايزين التركيز التركيز التركيز. هي مشكله السنه دي الحكام التركيز، الحكم اللي هيركز ويهتم بالمباراه هينجح من المباراه زي ما حضرتك قلت. التركيز تمام. التركيز مهم جدا ان شاء الله. نتمنى يا رب كل التوفيق لحكامنا المصريين، وتفضل دايما احنا دايما ثقتنا موجوده الحقيقه كنادي اهلي في الحكام المصريين خلال الفترات اللي فاتت والفترات القادمه. كل اللي بنقوله ان احنا محتاجين فقط التركيز خلال المباراه القادمه. شكرا جزيلا لك، شكرا كابتن، دايما بتمتعنا الحقيقه. شكرا فندم، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، وثلاث نقاط تاكيد الصداره للنادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه جدا. ان شاء الله ان شاء الله الدوري بيقترب، فاضل ثلاث مباريات على الدوري العام المصري. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي بالفوز في المباريات القادمه. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي قريبا وحلقه جديده من ملعب الاهلي، ويظل النادي الاهلي دائما فوق الجميع.